مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاثنين 20 نيسان ابريل. اليوم القمر مرافقنا من برج الحمل ابتداء من الساعة 7 صباحا التوقيت العالمي، يعني الساعة 10 صباحا توقيت بيروت القمر بيصير ببرج الحمل، بينتقل من برج الحوت لبرج الحمل. كيف بده يكون نهارنا؟ علما انه الشمس موجودة ببرج الثور. يلي بده يعرف تفاصيل عن كل هذا الاسبوع وكيف بده يكون هذا الاسبوع، رجاء تشوفوا الرابط حطته بالوصف للابراج الاسبوعية. كل برج ببرجه في لإله فيديو مخصص لحتى يعرف ايامه كيف بدها تكون. البداية مع برج الحمل، مولود برج الحمل ومع وجود القمر ببرجك، اليوم هو يوم انا بعتبره ممتاز، بعتبره من الايام الاكثر حظا الاقوى، وفعلا يلي بيستحق منك ومنك انه تحطوا وقت، تحطوا طاقة، تحطوا مجهود، تطلبوا البتكونية، لأنه هيدا يوم بيعطيكم اللي بدكم اياه. اللي بتزرعوا بتحصدوا، إذا بتزرعوا كسل ما بتاخدوا شيء، لكن يلي بيجتهد اليوم بيطلع له ضعف يلي بيحطوا، بيطلع لكم مفاجآت كتير سارة. جميع مواليد برج الحمل بشكل خاص 5 و6 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، صحيح الشمس ببرجك لكن القمر منه ببرجك، موجود ببرج الحمل، النقطة الأضعف الأكثر بطئا بالنسبة لك، فشغلك اليوم مولود برج الثور قد يكون بطيئا أكثر من المعتاد ومعقول يزعلك شوي، طولوا بالكم، هنالك تأثيرات كثير حلوة لكم هالأسبوع، تابعوا الأبراج الأسبوعية، مفاجآت بانتظاركم، لكن اليوم تحديدا هو من الأيام الأبطأ الأكثر كسلا، الاكثر خمولا والاكثر احباطا، هيدي بين هلالين. بشكل خاص لمواليد 26-27 نيسان ابريل، مولود برج الجوزاء نهار كتير حلو وبعتبره من الايام النشيطه يلي بتنشط مواليد برج الجوزاء ويلي بتعطيهم قوه، يلي بتعطيهم نفس حلو، تفاؤل وحتى قناعة بأنه الأمور رح تزبط وبتقدر تزبط. الأجواء اليوم إيجابية، حطوا إيدكم بإيد الآخرين ما رح تندموا، حطوا إيدكم بإيد الآخرين وما تندموا، ورجاء تابعوا الأبراج الأسبوعية لأنه أنتم من الأبراج اللي ضروري تسمع الأبراج الأسبوعية. الأكثر حظا 22-23 أيار مايو، أيضا مواليد 3-4-5 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، اليوم مولود برج السرطان نهاره مهم، نهاره مهم، ويلي بيحط ايده بايد الاخرين، يلي مش انه بيتكل على الاخرين، لكن يلي اذا في معلومة بدكن اياها، كلمة السر او مفتاح الباب، اليوم يلي بتسألوه او بتروحوا عند الشخص المختص بتفتح بوشكن. أجواء مهمة، يمكن تكونوا على موعد مع تغيير، يمكن تكونوا على موعد مهم مهنيا عاطفيا أو غير شيء آخر أو شيء آخر. أجواء مهمة، حضروا حالكم مواليد برج السرطان، ما تخافوا من شيء، الجو صار معكم وصار أسهل من 30 يوم اللي مرقوا. الأكثر حظا 19-21 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد، اليوم مولود برج الأسد نهاره حلو، نهاره بيسر له أموره أفضل من الخمس أيام اللي مرقوا. اليوم مولود برج الأسد عنده في ضحكة بعيونه، في أمل بعيونه، في حظ كتير حلو ناطره، خذوا هالخطوة، تلفنوا، بعتوا الإيميل، تحركوا، ما تعدوا مكتفين إيديكم، أجواء ممتازة. لازم مولود برج الأسد اليوم يكون له دور عم يلعبه، كان ببيته مع أصحابه بشغله وين ما كان. يلي لازم ينتبه من خلاف معقول يطل عليه هو 6-7 آب أغسطس، يلي عنده شوية ضغوط بده ينتبه لعلاقاته العاطفية أو حتى المهنية. 24-25 تموز يوليو. كمل مع برج العذراء، اليوم مولود برج العذراء بترتاح من ضغوط السبت والأحد اللي مرقوا 18-19 نيسان أبريل، هنالك نافذة على الحظ بتساعدك لحتى أول شيء توقفوا على إجريكم، ترجعوا تواجهوا الأمر الواقع بموضوعية، والحظ الكبير
يعني الأحوال الفلكية عندكم مشرقة مع وجود الشمس صارت ببش الثور، لذلك ما تخافوا من شيء، كل شيء غلط صار على الأرجح بيتزبط، وهنالك انتقال إلى مرحلة حلوة بهذا الأسبوع، رجاء تابعوا الأبراج الأسبوعية. 29 30 آب أغسطس 18 ل 20 سبتمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الميزان يلي اليوم مولود برج الميزان، الجو عنده يمكن تلاقوه مخربط شوي، يمكن تلاقوه ضاغط شوي، يمكن ما كتير على ذوقكم، لكن بصراحة بلشتوا تطلعوا من المجهول إلى المعلوم، بلشتوا تطلعوا من التعب من النفق المتعب إلى الخط النهائي لتوصلوا له، مثل اللي ببحر هائج وصلتوا على الشط، زتتكم الامواج على الشط وانتم هلا يا اما عم توقفوا يا اما واقفين وبانتظار اتخاذ الخطوه، يعني يمكن في تعب، يمكن في عتب عليكم، او يمكن انتم تكونوا شوي معصبين، فطولوا بالكم الاجواء الى تحسن تدريجي، مش فجاه، طولوا بالكم وما تعملوا مشاكل، ايه بدها طولة بال. يمكن عندكم موعد كثير مهم، حلو انكم تدققوا بالاوراق. 24-25 سبتمبر 6-7 أكتوبر الأكثر حظا. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار طويل كتير، طويل كتير، بداية أسبوع تطلب منك أول شيء تفيق بكير، وإذا ما فقتوا بكير بدكم تركزوا، فنجان قهوة لتصحصحوا، فنجان شاي، فنجان ينسون كمان لتضلكم رايقين، في شغل فوق راسكم، كان شغل اونلاين كان درس كان شو ما كان، بدكم تنتبهوا ما تعملوا مشاكل مع حدا، نظموا اولوياتكم، انهار متطلب قد يلقي بثقله على امور صحيه، فكونوا حذرين بشكل خاص. 29-30 اكتوبر برج القوس نهاره ممتاز، مولود برج القوس أجواءك اليوم لطيفة جدا، حلوة مريحة، فيها انفراج، فيها إنجاز، فيها أمور عاطفية حلوة، وفيها مصالحات، من الأيام الأكثر حظا في هذا الأسبوع، في أيام بعد كمان حلوة بهذا الأسبوع، ما تعتلوا هم موالي برج القوس، ما تغلطوا لحتى ما تضيعوا عليكم هالفرص الإيجابية يلي عم تتكدس من شانكم، فخذوا خطوة إيجابية وما رح تندموا، بالعكس رح بتكون عندكم أكثر من مكافأة. كلكم محظوظين مواليد نوفمبر 5-6 ديسمبر بشكل خاص. مولود برج الجدي الأمور العائلية عندك منا صعبة، فقط عم تاخد شوي من وقتك، ولكن هذا شيء ليس سلبيا، بالعكس اهتماماتك فيها تكون بمحلة صحيح بمطلع الأسبوع، فاحتمال أنه أنتوا عم تدرسوا، أنتوا عم تشتغلوا، التليفون، الإيميل، الواتس أب كله عم يلعب، متطلبات، أوكي في متطلبات، لكن ما معناتها هذا شيء سلبي، بالعكس عطوا كل شيء حقه، لكن ما تهملوا البيت وصحتكم، هيدي نصيحتي لكم. بشكل خاص 15 كانون الثاني يناير، هذا ما معناته انه شغلكم خلص اهملوه، لا، لكن في تاثيرات اليوم من القمر عم تقول اوكي في مسائل عائليه بدها اهتمام. الاكثر حظا 28-29 ديسمبر 16-17 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو، مولود برج الدلو نهاره كتير حلو، مولود برج الدلو من الأشخاص اللي تليفونهم ما راح يهدى، يلي لو بيصر له يكون بالسيارة عم بيتنقل من مكان إلى آخر ما كنا لقيناه بمطرح واحد، الأجواء اليوم عند مولود برج الدلو بتبحله صوته قد ما عم بيحكي، قد ما عم بيتواصل مع الناس، قد ما عم بيفسر، الأجواء عند مولود برج الدلو اليوم ممتازة للكلام، لتصحيح الأمور، للتسويق، للبيع، للكتابة، لإعادة ترتيب الأمور وهيكلة الأمور من الصفر. عندك أفكار ذكية كتير، اليوم نهار ما بتتعب فيه، لكن كون حذر، سوء على مهلك إذا عم تتحرك أو بكلامك، كون لطيف جدا. 3-4 شباط فبراير كوكب المريخ يجلب المشاكل، وأيضا كون حذر 21-23 كانون الثاني يناير كوكب زحل يجذب المشاكل والجفا ويقطع بعض العلاقات، فكونوا حذرين.
بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت، بدأت الأمور عنده تحلو وتتقدم. القمر ببرجك كان يومي السبت والأحد اللي مرقوا 18-19، الأجواء كانت ممتازة، أنت تتقدم اليوم. الشمس ببرج الثور دعمتك، عم تفتح قدامك أكثر من مجال للسفر، لتقديم أوراق هجرة، لتقديم أوراق إلى الخارج أو إلى الجامعات أو إلى مكاتب أخرى. في نشاط كتير كبير بانتظار مواليد برج الحوت، لكن بدكم تنتبهوا على شغلة واحدة، هي هلأ عم بحكي عن اليوم، هي الثقة في النفس والقدرة على تقديم صورتكم بصورة صحيحة. كونوا واثقين من نفسكم وخلوا كلامكم وتعبيركم عن النفس وعن الذات وعن مؤهلاتكم تكون فعلا نابعة من القلب. كلكم محظوظين اليوم. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنة بده يشتغل فيها اكثر على حاله. هنالك تغييرات كثير كبيرة دقت بابه، عذبته، تعبته صحيا وغير صحيا. في بعض القصص والحكايات يلي خربطت له علاقاته العاطفية والعائلية وحتى الصحية. هيدي السنة بدكم ترجعوا توقفوا على اجريكم، تشتغلوا على ذاتكم من جوا، قوتكم نابعة من جوا. إذا عم تسمعوا لأولادكم بدكم تقوون من جوا نفسيتهم ومعنوياتهم وصحتهم. أيار مايو سبتمبر كانون تاني يناير أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد. إلى اللقاء مع الأبراج الأسبوعية الشهرية سنوية، بتلاقوا كل الروابط بالوصف. إلى اللقاء، باي باي.